معنا هاتفيا المشاهدين الكرام من خان يونس ناطق باسم حركة حماس حماد الرقب. مرحبا بك. إذا المحكمة الابتدائية الأوروبية تقضي لمصلحة حماس بإلغاء إدراجها على قوائم الإرهاب، كيف ترى هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرار بصورة واضحة يعطي إشارة إيجابية هذا التغير الذي يمكن أن يتم التعويل عليه في إنصاف القضية الفلسطينية وإنصاف حركة المقاومة الإسلامية حماس التي لم تكن في أي يوم من الأيام حركة إرهابية، وإنما هي حركة مقاومة تضمن كل الشرائع الدولية مقاومتها، خاصة أنها تقاوم احتلال إسرائيلي. هذا الاحتلال هو الذي اطلق الأرض وارتكب المجازر ودنس مقدسات الشعب الفلسطيني وشرد الشعب الفلسطيني في أقطاع الأرض. لذلك حماس لم تمارس أي عمل إلا في وجه المحتل الإسرائيلي، وكل التعريفات التي يمكن أن تقال في التعريفات الإرهابية لا تنطبق بالكلية على حركة حماس. حركة حماس تمثل حالة نخبوية من أبناء الشعب الفلسطيني، تمثل كل الطبقات التي تسير فيها من الأطباء والمهندسين والفلاحين والعمال، وهذه الطبقات كلها تمثل عن طبيعة الشعب الفلسطيني. لذلك عندما يأتي مثل هذا الحكم اليوم فنحن نعتبر وإن كان متأخرا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن الشروط التي كانت قد وضعتها الرباعية أمام حركة حماس عند فوزها تتحطم الآن على مثل هذه القرارات. ولكن القرار صادر من المحكمة الابتدائية، هل يعني ذلك أن هذا القرار يمكن الطعن فيه؟ من ناحية القانونية البحتة نعم، غالبا يتم الاستئناف عليه، لكن نحن نعتبر أن المحكمة الابتدائية في هذا الأمر قدمت راية طيبة وكلمة يمكن البناء عليها، وهو ما يعطي صورة إيجابية أن أوروبا يوجد بها من يمكن أن يؤمن بالقوانين والحقوق، أنهم لا يسيروا جميعا في فلك السياسة الأوروبية العامة التي جزء منها يعادي للأسف الشديد المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية. هذا شكل من أشكال النضال يحتاج إلى اتجاه ويحتاج إلى جولات. نحن مثل ما نجاهد على الأرض بسلاحنا وعتادنا، فكذلك سنجاهد ونناضل بإذن الله عبر الساحات الدولية التي تضمن حقنا كمقاومة فلسطينية في التواصل مع العالم الخارجي. ما الأثر القانوني لهذا القرار على الحركة من حيث التعاملات المالية وحركة قادتها؟ يعني مثل ما ذكر في تقريركم، عندما يوضع بصورة واضحة أن حركة حماس هي حركة مقاومة مكفولة بالقوانين والأنظمة وأنها ليست حركة إرهابية، هذا يعني أن الحركة يصبح بمقدورها الوصول إلى الساحات الأوروبية وشرح حقيقة الإجرام الصهيوني أمام الشعوب الأوروبية، ما يعني أن إمكانية صناعة رأي عالمي لإظهار الحقيقة والظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني قضية قائمة، ومن ثم يمكن أن يساعد ذلك في تكبيل اليد الإسرائيلية التي تعمل في الساحات الأوروبية بأريحية كبيرة جدا، بحيث يكون هناك آلية من آليات الضغط على هذا المحتل لوقف الظلم والجرائم التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني. في المقابل، كيف ترى أثر هذا القرار على الكيان المحتل ودبلوماسيته التي تملك الكثير من أوراق الضغط عالميا؟ يعني حتى أكون واضح معك، إسرائيل تملك عبر اللوبي الذي يعينها من حلفائها في أمريكا والغرب شيئا كبيرا، لكن المؤكد تماما أن السنوات الماضية بدأت هذه الصورة تنعكس انعكاس على غير ما كان عليه. أنتم ربما تابعتم حركة المقاطعة وأثرها الكبير في أوروبا، مقاطعة الأكاديميين للاحتلال الإسرائيلي، وجود رأي وإن كان يعني ليس بالصورة التي نريدها لكن بصورة جيدة في بعض البرلمانات الأوروبية التي بدأت تتحدث بصورة واضحة عن أن إسرائيل دولة تمارس جرائم الحرب، ولربما صور مسيرات العودة لمقتل الأطفال والصحفيين التي تنقل عبر شاشات الإعلام العالمية لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي أن نشوش عليها بالصورة التي يمتلكها من قبل. نحن نعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش مرحلة من مراحل إساءة الوجه على الساحة الأوروبية بخلاف ما يجري في الساحة العربية للأسف الشديد جدا، ونحن نعتقد أن استمرار هذا العمل وهذا المرج الكبير الذي تقوم به الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية في أوروبا يمكن له مع مزيد من العمل
أن يسبب الحركة الإسرائيلية بصورة كبيرة داخل أوروبا. كيف يمكن إذن الاستفادة من هذا القرار في المحاكم الأمريكية لرفع الحركة وجناحها العسكريين من القائمة الأمريكية أيضا للإرهاب؟ أنا قضية الساحة الأمريكية أكثر صعوبة وأكثر تعقيد لوجود حزبين رئيسيين في أمريكا كلاهما ممن لا يصل إلى سدة الحكم إلا بعد أن توافق عليه أيباك، وأنتم تعلمون من هي أيباك. لكن نحن نقول لعل الانقلاب في الساحة الأوروبية المتدحرج يمكن أن يؤثر. لا شك أن أمريكا فيها أصوات من مثقفين أمريكان ومن أبناء الشعب الأمريكي الذين يؤمنوا بأن إسرائيل دولة ظالمة وأن سياسة الولايات المتحدة سياسة خاطئة، لكن في اعتقادي هذا الأمر لا زال يحتاج إلى صوت واحد. شكرا جزيلا لك من خان يونس ناطق باسم حركة حماس حماد رقم.